السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن شرعت في هذه الصبيحة السعيدة، شكرا لرئيس الحفلة، ألف ألف شكر، شكرا جزيلا، وللأساتذة المحبوبين المبجلين ولصحبي الكرام. إني أريد أن ألقي إليكم خطبة تحت الموضوع خطبة بليغة نافعة جامعة. الحمد لله فاتر الخلق وفارق الإسباب وناشر الموتى وباعث معهم في القبور، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وأوصيكم بتقوى الله، فإن أفضل ما توسل به العبد الإيمان، والجهاد في سبيله، وكلمة الإخلاص، فإنها الفطرة، وإقام الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها من فريضته، وصوم شهر رمضان فإنه جنة من عذابه، وحج البيت فإنه منفعة للفقر ومدحنة للذنب، وصلة الرحم فإنها مسرة في المال، منساة في الأجل، ومحبة في الأهل، وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة وتدفع غضب الرب، وصنع المعروف فإنه يرفع ميتة السوء ويكفي مصائر الهول. أفيدوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر، وارغبوا فيما وعد المتقون فإن وعد الله أصدق الوعد، واقتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل الهدي، واستسنوا بسنته صلى الله عليه وسلم فإنها أفضل السنن، وتعلموا كتاب الله فإنه أفضل الحديث، وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص، وإذا قرئ عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا هديتم لعلمه فاعملوا بما علمتم به لعلكم تهتدون، فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الجائر الذي لا يستقيم عن جهله، بل قد رأيت أن الحجة أعظم والحسرة أدوم على هذا الجاهل المنسلخ من علمه، على هذا الجاهل المتحير في جهله، وكلاهما مضلل مذكور، وكلاهما مضلل مذكور. لا ترتابوا فتشكوا، ولا تشكوا فتكفروا، ولا ترخصوا لأنفسكم فتذهلوا، ولا تذهلوا عن الحق فتبصروا. ألا وإن من الهزل أن تثقوا، ومن الثقة ألا تغتروا، وإن أنصحكم لنفسي أطبعكم لربي، وإن أغشكم لنفسي أعصاكم لربي. من يطع الله يأمن ويستبشر، ومن يعص الله يخف ويندم. ثم سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافية، وخير ما دام في القلب اليقين، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها، وكل محدث بدعة، وكل محدث مبتدع، ومن ابتدع فقد ضيع، وما أحدث محدث بدعة إلا ترك بها سنة. المغبون
من غبن دينا والمغبون من خسر نفسه وإن الرياء من الشرك وإن الإخلاص من العمل والإيمان ومجالس اللهو تنسي القرآن ويحضرها الشيطان وتدعو إلى كل غي ومجالسة النساء تزيغ القلوب وتضمح إليه الأبصار وهي مصائد الشيطان فاصدق الله فإن الله مع من صدق وجانب الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان ألا وإن الصدق ألا شرف من جات وكرامة وجانب ألا وإن الصدق ألا شرف من جاد وكرامة فإن الكذب ألا شرف ردا وهلكا ألا وقول الحق تعرفوا به وتكونوا واعملوا به تكونوا من أهله وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم وصلوا أرحام من قطعكم وعودوا بالفضل على من حرمكم وإذا آهدتم فأوفوا وإذا حكمتم فاعدلوا وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وارحموا الأرملة واليتيم وأبصوا الشرف وردوا الضحية على أهلها بمثلها أو بأحسن منها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وأكرموا الضيف وأحسنوا إلى الجار وعودوا المرضى وشيعوا الجنازة وكونوا عباد الله إخوانا أما بعد فإن الدنيا قد آذنت قد أدبرت وآذنت بوداع وإن الآخرة قد أظلت وأشرفت بطلاء وإن المدمار اليوم وغدا السباق وإن السبق الجنة والغاية النار ألا وإنكم في أيام مهل من ورائها أجل يحثه عجل فمن أخلص لله عمله فمن أخلص لله عمله في أيام مهله قبل حضور أجله فقد أحسن عمله ونال أمله ومن قصر عن ذلك فقد خسر نفسه فقد خسر عمله وخاب عمله وضره أمله واعملوا في الرغبة والرهبة فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله واجمعوا معها رهبة وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها رغبة فإن الله قد أذن المسلمين بالحسنى ولمن شكر بالزيادة وإني لم أرى مثل الجنة نام طالبها ولكن النار نام هاربها ولا أكثر مكتسبا من شيء كسبه ليوم تدخر فيه الدخائر وتبلى فيه السرائر وتجتمع فيه الكبائر وإنه من لا ينفعه الحق يجره الباطل ومن لم يستقم به الهدى يجر به الضلال ومن لا ينفعه اليقين يضره الشك ومن لا ينفعه حاضره فعازبه عنه أعور فغائبه عنه أعجز وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الذات ألا وإن أكبر ما أخاف عليكم إثنان طول الأمل واتباع الهوى فأما طول الأمل فجنسي الآخرة وأما اتباع الهوى فيبعد عن الحق ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم ولا تكونوا من بني الدنيا فإن اليوم
عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لأن ما أصابني من حسنة فمن الله ومن وما أصابني من سيئة فمن الشيطان ومن نفسي. غفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.